للحديث عن الأزمة السياسية في العراق والأنباء عن الطعن باستقالات نواب التيار الصدري، معنا من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي. أهلا بك سيد لبيد، بداية كيف تقرأ هذا التضارب بالأنباء بشأن الطعن في استقالة نواب التيار الصدري؟ هل هي محاولة من التيار لجس نبض الشارع بعد الأحداث الأخيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، أهلا بك. التيار أو المصادر المسؤولة في التيار الصدري ولا سيما بعض عدد من النواب المستقيلين يؤكدون بأن الدعوة المقامة من أجل الطعن بشرعية أو بدستورية استقالة النواب الصدريين لم تصدر، هذه الدعوة الطاعنة لم تصدر من التيار الصدري نفسه، وإنما قام بها أحد المحامين المستقلين أو عدد من الآخرين المواطنين الآخرين. التفسير أو المادة حسب المادة 93 هناك، يعني الذين أقاموا هذه الدعوة يتعكزون على المادة 93 من الدستور، هناك نص مفاده بأن المحكمة الاتحادية تفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات والإجراءات التي تصدر عن السلطة الاتحادية. نعم. وهنا السلطة الاتحادية لم تعرف، يعني السلطة الاتحادية ربما يعني مجموع السلطات الثلاث، يعني السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ممثلة بالبرلمان بالإضافة للسلطة القضائية. وتؤكد يعني المادة نفسها 93 رقم 3 يكفي للقانون كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد، يعني حتى الأفراد العاديين المواطنين العاديين يمكن أن يرفعوا قضايا طعن المباشر لدى المحكمة. فالمعلومات تشير بأن هناك قضية مرفوعة وأن المحكمة حددت موعدا لها في أواخر هذا الشهر لمراجعة. سيد لبيد، التيار الصدري أكد أن الجهة التي قامت برفع دعوى الطعن لا تمثل أهداف الصدر، فإذا كان هذا التصرف فرديا، يعني سواء صادر عن محامي أو نواب، هل يمكن فعلا أن يحصل أم أنه محاولة للتشويه من قبل الإطار التنسيقي قد يكون الإطار قام بها؟ أنا لا أعتقد أن الإطار التنسيقي هو الذي قام بها، وأنا لا أعتقد أن التصريحات التي صدرت من التيار الصدري هي نافية قطعا أو غير مرحبة بذلك أو رافضة رفضا قاطعا لعملية الطعن. التيار الصدري تصريحاته ضبابية، فيها بعض الضبابية، يقولون نحن لم نرفع هذه الدعوة وأننا قمنا بالاستقالات بمحض إرادتنا، لكن الحقيقة التي تنكشف هي بالحقيقة بعد أن يصدر قرار المحكمة الاتحادية. فإذا لو افترضنا أحد السيناريوهات أن المحكمة الاتحادية قبلت الطعن على اعتبار لماذا، يعني الذي قدم الطعن يقول بأن الاستقالات لم يتم التصويت عليها في مجلس النواب ولذلك فهي فاقدة لدستوريتها، يعني في نفس اليوم الذي قدمت فيه الاستقالات وافق عليها صادق عليها محمد الحلبوسي بصفته رئيس البرلمان دون أن تمرر من خلال التصويت، لذلك فهي فاقدة لدستوريتها. ثم هناك نقطة أخرى يقول المحامي الذي رفع الدعوة، يقول بأنها قدمت الاستقالات تحت ضغط نفسي كبير، يعني لذلك فهي يعني كانت تحت ضغط خاص. يعني إذا وافقت المحكمة على الطعن، ولنفترض جدلا سيناريو أن عودة 73 أقرت بعودة 73 نائب إلى البرلمان، أنا أعتقد أن التيار الصدري سيرحب بذلك في ذلك الوقت. سيد لبيد، مع هذه الأنباء هل تعتقد أن إجراء انتخابات مبكرة في نهاية العام 2023 هل يمكن أن تحل مشكلة البلاد؟ لا يمكن حل المشكلة سواء في نهاية 23 أو في بداية أو في أي وقت من الأوقات. إعادة الانتخابات لا يمكن أن يحل المشكلة لا يمكن أن حلها مع قيام هذا النظام. الانتخابات ستقوم بعمليات ترقيع، ستعيد انتخاب تقريبا نفس الوجوه، يعني نفس الوجوه، ربما تكون هناك مقاعد أقل لهذه الكتلة ومقاعد أكثر للكتلة الأخرى، لكننا سنشهد المحاصصة ستستمر
الطائفية ستستمر، نعم. الفساد سيستمر، لا يوجد، لا يمكن إصلاح في نعم. ظل في نظام من خلال تدوير نظام فاسد نفسه يعني. نعم. لسؤال جديد يعني بالرجوع إلى الطعن باستقالات نواب التيار الصدري، ماذا إذا كانت بالفعل صحيحة؟ كيف ستكون ردة الشارع وتحديدا أنصار الصدر، لا سيما إذا توصلوا إلى اتفاق مع شركاء العملية السياسية؟ أنصار الصدر، أنصار التنسيق عفوا، أنصار الصدر، أنصار الصدر، أنا أعتقد يعني أنا يعني حاليا لو قيض للزمن يعني يعود إلى الوراء لكان الصدر أعاد ترتيب مطالبه. كان أنا أعتقد أن الصدريين تسرعوا في تقديم الاستقالات، ثم لاحقا طالبوا بحل البرلمان ودعوة لانتخابات مبكرة. هذا المطلب الأخير، دعوة لانتخابات مبكرة، كان ينبغي لهم أن يطالبوا به قبل استقالاتهم، لأن كانت ستتوفر هناك أغلبية مريحة لهم. أولا ثلث الأعضاء البرلماني يقدمون هذا الطلب، ثم الأغلبية المطلقة التي ممكن أن تتحقق في ذلك الوقت ممكن أن تؤدي إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة. لكن الآن أصبحت صعبة جدا يعني، وشبه مستحيلة مسألة حل البرلمان. لذلك أنا لا أتوقع أن التيار او الاطار التنسيقي سيرتاح، سيرضى عن القرار المحكمه نعم. فيما لو قبلت الطعن واعاده المستقلين الى مقاعدهم. الى السؤال الاخير استاذ لبيد، يعني ما اهميه عوده تظاهرات تشرين حاليا بعد هذا الاقتتال وانسحاب التيار الصدري ومحاوله ايران ترتيب اوراقها من جديد في العراق؟ الانتفاضة أو المظاهرات التشرينية ضرورية جدا، ضرورية جدا، يجب أن يكون هناك لون أو حراك سياسي آخر مختلف عن الحراك الصدري في الشارع العراقي. التشرينيون مطالبهم تختلف وأكثر موضوعية من مطالب التيار الصدري. التيار الصدري نعلم أن لديه مطالب بالإصلاح وبإعادة الانتخابات وحل البرلمان، هذه المطالب بالحقيقة المحرك الأساسي لها هو ليس بالمستوى على النحو الموضوعي الذي تتسم به مظاهرات التشرينيون. لماذا؟ لأن التيار الصدري كما نعرف محركاته الأساسية هو خلاف شخصي، لا. أولا مع المالكي ثم مع قيس الخزعلي. أما التشرينيون كانت مطالبهم واضحة منذ البداية، منذ 2019، إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام. الإصلاح الترقيعي لا ينفع، لا، التشرينيون دعوتهم واضحة أنه إسقاط النظام برمته يعني بكل مفاصله وبكل مؤسساته وإعادة بناء نظام جديد يليق بالشعب العراقي. لبيد الصميدعي عضو التحالف الوطني المعارض، كنت معنا عبر الهاتف من مانمو، شكرا جزيلا لك.